الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. تعرف المدة هذه طبعا إن شاء الله إيمات نتاع عيد، في الإيمات نتاع العيد ديما تشهد اكتظاظ كبير في النقل. بون القيروان هي ولاية خصوصية، هي منطقة عبور، وديما التنقل أبار التنقل على في وسط الجهة من المعتمديات وكل، فما التنقل يجي من خارج الولاية اللي يجي من برا ديما يتعداو على القروان سيرتو من الساحل يتعداو لسيدي بوزيد ولا القاسرين وكل، فهمت؟ دونك فما إجراءات قامت بها الوزارة. الإجراءات هي تدعيم الأسطول أولا الأولوية بالحافلة، أنا النقل والحافلات طوي لحد الدقيقة هذه. نقول لكم أنه فما 5 كيران طلعوا البوحجرة، فما 3 كيران تقريبا الحفوز، وكل فما طوى فما من السفرات الإضافية دون السفرات العادية، فما ما يقارب 10 ولا 12 حافلة داخلية، خاطر ديما في البريود الأولى نتاع العيد ديما تشهد الاكتظاظ في التنقل الداخلي. بالنسبة للتنقل الخارجي بين المدن فما تعزيز وجي من أمس، والعملية بدأت من أمس بالنسبة للحافلات. أمس معناها الشركة كانت طلعت كيران لتونس، خاطر شهدت تونس اكتظاظ كبير، العباد المروحة للقيروان، العباد المروحة لسيدي بوزيد وكل. أمس بعثوا من عشر بالضبط يجي 3 أو 4 كيران يجيبوا فيهم من وكل ويصبوا فيهم هاني، فهمتني؟ بيان سور الحملة هذه فما مذكرة، فما مذكرة صدرت عن مصالح إدارة عامة النقل البري، وفما منشور صدر على السيد وزير النقل أعطيه الأولوية في التنقلات وأعطيه ترخيص معناها فيفير بالنسبة للوجات الكل. اللوجات الكل خلال الفترة من اليوم، معناها اليوم خميس وجمعة وحتى الاثنين والثلاثة، معناها يدوروا في تونس كاملة وما يلتزموش بالخطوط بالنقاط الموجودة في بطاقة الاستغلال بتاعها. الحلول أن ندعموا البعض، كي يكثر الطلب ندعموا الأوفر. الأوفر كيش ندعموه؟ احنا في المنظومه نتاع النقل البري فما النقل المنتظم اللي هما الحافلات والكيران وكله، فما النقل غير المنتظم. باش نتجاوزوا باش نحاولوا نلبيوا الطلب هذايا، معناها بالنسبه للحافلات ندعموا وبخطوط اضافيه، وكما قلت لكم تقريبا 10 معناها خطوط صار ندعموهم. تو بالضبط كنت معناها الراقب في معناها حافله، خاطر فما اشكال زاد الحافلات باش ما نخبيش عليكم، فما زاد فما منافسه بين النقل المنتظم والنقل غير المنتظم. بالنسبه للمواسم، جميع المواسم والاكتظاظ هذا راهي حاجه عاديه عنا احنا، حاجه عاديه، واحنا بالاشتراك مع المدير الجهوي اللي موجود تو معنا والاداره الجهويه الموجوده معنا تو حاليا، ونشكر شركه النقل اللي قاعده تو تهيئ لنا، فهمتني ولا لا، في حافلات، فهمتني ولا لا، وتعاون فينا. بالنسبة للواحد الرنفور توا قاعدة كراهب قاعدة تعبي من تونس ومن قرنبالي ومن نابل تجيب تصب في الركاب، وهذاك سبب الاكتظاظ، سبب الاكتظاظ اللي تخزروا له توا حاليا، اللي هي في ولاية أخرى كنابل وكتونس وكالمستير وكسوسة يجيبوا في الركاب ويصبوا فيها هنا في القروان، يقولوا برا تو تلقى غادي كاي تركب للقصرين وتلقى بوسيدي بوزيد وتركب القفصة. إجراءات اتخذناها احنا هذه ومسانسين بها راي الحالة هذه، والحالة هذه حتى المواطن راه مساهم فيها. المواطن يحب آخر نهار، فهمت ولا لا، يلم صغار ويلم كذا وما يدريش على الاكتظاظ هذا، يلزموا تو مش عام ومش اثنين، هذا رانا مسانسين به الشيء هذا، فهمت ولا لا، من قبل. والاكتظاظ اللي قاعدين تشوفوا فيه تو الركاب مثلا ماشي لتونس تو وقرنبالية ونابل وكذا من هنا من القروان، لا، الركاب اللي قاعده تجينا من الولايات الاخرى، تفهمتي ولا لا، اللي مروحه للمعتمديات. والاكتظاظ وين؟ الاكتظاظ اللي موجود في الـ في الـ في العوده، في العوده، عوده المواطن باش يمشي يجي يعايد في بلاده ويعايد في كذا، هو التنقل من الولايه المركز للمعتمديات. الاكتظاظ موجود، والكراهب اللي ماشي في خطها تعبي للقصرين وتعبي للسبيطلة ويقعد مسجل في الخط النقطة متاعه، حتى ولو بالاكتظاظ احنا دخلنا في الموضوع هذايا، وكل مناسبة احنا زادة باش ننشطوا كما يقولوا فيها المهنيين متاعنا، يا اخوي عبي السبيطلة وعبي للقصرين وقعد مقيد في طريقك على النقطة متاعك. اخوي انا مصباحا هم الاربع متاع صباح في الزين في جاي هناك اخوي سخينه، وكتشوف الدنيا معبيه، كتشوف صاحبي الشمس وسخينه، ولو جيت كتشوف ما فماش، جايين من منزل تميم قربه، انا ماشي نشرب، انا قاعدين وحدي من الصباح انا ولي من الاربع تاع الصباح، يعني تولي ساعتين ونستنى فما لا حد شيء، ما فما حد شيء برا استنى وكذا، ولات بالوجوه يركبوا فاسه، ما عادش فلوس
والله ما هي العيلة أخوي، جيت أنا والعيلة أنا قاعدين نستنى. عندي ساعة نروح بوحاجنا. والله الضغط كل على القروان هناك، المغادر الوجهات غادي حابسة في بوحاجنا، وهنا تشوف الركاب ياسر. السلطة تتدخل يوفروا حفلات، يوفروا نقل إضافي، تشوف وتصور شوف العادات. وحدي أنا من الطرف اللي وحدي. والله يا مروه على الشبيكه وعاد لك من ساعتين احنا حابسين نستنى ندوروا دورنا دورنا نرجع للمحطه مشان نقصوا جاونا بروغادي يعني نجري نمشي نشوفوا ما لقيناش حتى بلاصه. ها نتعب المحطه ياسر ناقصين برشا 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 حسابات وبرشا عبايش تعب ياسر عد ياسر 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 مثل ما يجي ركابه مطيشه مساكين نشوف معناها كيفاش العباد مطيشه تبسي كان ابوي على رزن وسخينه وكذا ياسر حابسه الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.